نوع يعني الحين مثل اللاعبين متواجدين ويانا رياض واستر وولف تريد ماركه، انا اصلا استغربت حط صوره ايفل ياشيرو، كان المفروض تيري، يعني هو معروف بتيري من صحيح. اسمه باستر وولف تيري، يعني بالمقابل وايت اش من اسمه وايت اش معروف منه راح يكون الانكر ماله، مع اني كني ما شفته. ولو انه هو مؤخرا فعلا مع يمكن قله مشاركاته في البطولات بدا يبعد عن اش، لان اش شخصيه تحتاج تمرس مستمر، بيروح مع ثلاثه من الشخصيات هو معروف منها بعيدا عن اش، اثينا الوونغ ويوري ساكازاكي. هو معروف باثينا جدا، معروف باثينا. فعندنا مثل ما قلنا ما شاء الله في تنوع كبير بالشخصيات، من صوب باستر وولف راح يبتدي بياشيرو ايفل ياشيرو وايضا ايوري، والانكر مال راح يكون تيري، بالمقابل وايت اش راح يكون اثينا لونغ ويوري، وتبتدي البطوله. شوف الحين طبعا اوروتشي ياشيرو شخصيه جرابتر يحب انه يحاول انه يخنق عليك المساحه، اثينا معروفه اكثر كزونر، فيشوف الحين باستر وولف بادر رش داون. ربطني بس سمبل كان ممكن يبي رانا الجراب، لكن طلعت وياه شوريوكن، وهذا على اساس الحين يتم معاقبته بطريقه جدا قاسيه. وهذا هو اوروتشي ياشيرو لما يبدا يجمع المومنتوم، قديش يظل يقعد وراك، وكان يقدر انه يعاقب الرول، لكن الحين فرصه ثانيه لوايت اش انه يحاول يبدا كمباك. يحاول الحين يبتعد يكسر المومنتوم شويه بشويه، زونينج داون سي الى سي دي كونفرجن ممتاز مع السوبر، يحاول شوي يقلص الهيلث ليد اللي يتمتع فيه رياض. اوفر هيد لكن البريشر ما كان ضيق بشكل كافي، سوى كمان جراب لكن ما كان التوقيت غريب شوي. صح يمكن هي ميسنج 1 ولا 2 فريمز، لان الفكره ممتازه من رياض لكن التوقيت كان سيء. شوف الحين وايت اش يحاول انه يلعب بشكل صبور اكثر، بس رولف عنده تاريخ شوي من المعاناه ضد الزونينج في كثير من البطولات، فبيحاول وايت اش انه يستغل النقطه هذه. شوف الحين على طول سايكو سورد اي اكس سايكو شوت، يحاول شوي شوي يقلل المساحه. في سوبر سوبر ياشيرو طبعا الجمب ان هذه تعدي فاهم ثانيه يتم معاقبته، غريبه جدا الجمب ان شوريوكن، انا اعتقد انها كوماند جراب. اعتقد كذلك انه قاعد يخطئ في الانبوت وقاعد يطلع معاه الانبوت الطويل حق الشوريوكن الموجود في كي وف. بالضبط. الحين طبعا لونغ من الشخصيات جدا مميزه، الكونفرسز اللي عندها الداون بي لو بروفايل جدا قويه، فشخصيه يعني اذا عندها ميتر تعتبر من الشخصيات اللي فعاله انها تحرق الميترز اللي عندها. وشفتوا ستان سي دي من اوروتشي ياشيرو فريد من نوعه في انه يعطي هارد نوك داون على الضربه العاديه من الهواء، وشوف استغل رياض هذا الشيء بانه يكمل المومنتوم الى ميكس اب يجيب منه الليفل 2. يا ساتر يا ساتر التايم 42 سكندز، بمعنى الحين الهيلث ليد حتى لو فاز وايت اش ما راح ياخذ الهيلث كبير، وهذا اللي يبيه باستر وولف بالضبط، يبي يعاقب وايت اش على عدم الدفاع بشكل كافي. وشوف الحين ايوري الشخصيه الثانيه، فباستر وولف راح يعتمد على تيري في الانكر، من الشخصيات عندها دمج عالي جدا، لكن ايوري هو الموجود الحين، ايوري من الشخصيات الكلاسيكيه في كي اوف. تشوف رياض راح يلعب كلاسيكي اوف انسى النوترال، قال لك الشات سترايك موجود، وعلى طول الحين وايت اش بالبريشر حطه بالكونتر. شوف سبيسنج قاعد يرجع على اساس اي محاوله رول يقدر يمسكها، ما يبي يطلع كونفرجن. يا ساتر يقدر يخلص عليه، يقدر يخلص عليه، راح ينام يخلص عليه مع سوبر ليفل 2 كونفرجن مثالي عن طريق الكاونتر سي دي. لعب ممتاز جدا من وايت اش، من العلامات الفارقه للاعبين التوب لما يسوون كاونتر هيت سي دي ويجيبوا كونفرجن زي هذا. شفت وايت اش لكن لسه تري عنده 3 متر، لسه ممكن انه يرجع لكن المسافه طويله. متر دمب تايم، والحين بعد الكونفرجن بالاي اكس راح يحاول كثر ما يقدر، ما يبي يستخدم الاي اكس، بيحاول يذبحها باستخدام 1 متر ماكسيمم. ممكن اوكي القرار صحيح، حاول يسوي سبيس بانش، هذه عليها بانش، هذه عليها بانش، لكن الخطر مقص. في توتر واضح على الفي، في توتر، لكن رول باك ممتاز على اساس انه ما ينصاد بالكروس، لكن اجين واضح ان الاثنين متوترين، الكونفرجنس ما هي حاضره. الحين باور ويف على طول، جارد بريك، جارد جارد جارد، ما في جارد، ما في جارد، يبي يحاول 10 كيك على المسك، ماكو جارد، الجارد بريك تايم، ليتس جو. تيري لما يشتغل على ميتر الجارد عندك من اقوى شخصيات في اللعبه بهذا الشيء، يمكن ما عاد توب تير زي ما كان في 1.2 لكن لسه عنده هذا الشيء يقدر يعتمد عليه. الامور جدا متقاربه، اثنيناتهم عندهم نفس الميتر تقريبا نفس الهيلث، لكن حاليا وايت اش قاعد يتمكن. جاب سي دي يحاول شوي ياثر على الجارد، لاحظوا يا الجارد جيج بالنسبه لوايت بالنسبه لباستر وولف اولموست بريك، والجمب ما يدري ده بريك تايم ليتس جو. هذه هي وايت اش سوى الكونفيرم، لا ما كمل، وين السوبر ليفل 3؟ راح تحسف، راح تحسف، اذا لبس وايت باستر وولف، باستر وولف يحتاج لمسه لانه عنده 3 متر راح يعاقب. او هذه هي الوف بانش، لكن راح الجهه الثانيه ما كنت متوقع انه يعطي كروس اب، والكوماند جراب ناجح من وايت اش وياخذ الجيم الاول 1-0. 1-0 صراحه مباراه جدا ممتعه وباك اند فورث بين الاثنين، بس مشكله خلينا نقول الاثنين التوتر واضح جدا، واضح واضح دروبز الكومبو بطريقه غريبه، خصوصا لما وصلنا مرحله الانكر. وصراحه ما الومهم، تدرون اللي يفوز راح تاهل مباشره الى الاس ان كي فاينلز، فما الومهم صراحه يكونون متوترين، لكن
هني يبين معدن البطل. هذه هذه وهم اثنين عارفين ايش معدن الفوز بالبطولات، فراح تلاقي منهم الادابتيشن يبدا يجي شوي شوي. وهذا اوروتشي ياشيرو تبغونه في لقطه، كان هذا هو، ما تعرف من وين بيجيك، ما تعرف من وين بيجيك بالمكسب. بطل مسكه عاديه نفس اللي شفناه بالجيم الاول، بدايه انفجاريه كانت من باستر وولد لكن ما قدر يختمها. شوف الحين الامور مختلفه، رجع الزونيك من وايت هاش، شوف الحين على طول السايكيك سورد عشان يؤخر عنه. هذا هنا هذا اللي يبغاه وايت هاش، رتم هادي يلعب بالزونيك، يحاول انه يستفز باستر وولد شوي، والمكسب ناجح على طول. شوف الكامبو اثينا عنده دامج لا تغركم، لكن ما كملها بطريقه كافيه. باستر وولد الحين يحاول يلقى له اي طريقه انه يتغرق في دفاعات وايت هاش، لكن وايت هاش ما شاء الله هجومه جدا فعال، وبالطريقه هذه يقدر يختم الجوله لصالحه. وهذه هو استغل كثير الاوفر هيد حق اثينا اللي قدام بي، تقدر انه تكنسل منه سبيشال موفز، ووايت هاش استغل هذا الشيء اتم الكاونتر بس ما مشت وياه. وهذا الحين يوري ما قدر يسوي شيء كثير في المباراه الاولى لباستر وولف، راح يبغى انه يغير هذا الشيء الان. يوري عنده بروجكتايل حركته سريعه يقدر يتعامل مع الزونينج، بس يحتاج انه يكون حريص شوي. يحاول باستر وولف انه يلعب على السبيسنج يبيلقى لاي طريقه، لكن دفاع وتاش والزونينج بصراحه المثالي الى الان جدا سبب مشكله كبيره بالنسبه لباستر وولف. رياض رياض الحين باستخدام الكراوتشنج بي ستاندنج بي يحاول يلقى له اي كونفيرم الى اكتيفيشن. الصبر من وايت اش، ما يحاول انه يتهور، يقعد يصد يتحيز الفرص حلوه من رياض انه نط عشان يخلي قدام بي ما تجي ويكمل عليها بانش. كونفيرجن من صوب باستر وولف، وهذه هل راح يصرف البي كامل عشان يذبح؟ هل راح يصرف؟ اتوقع اي هل تكفي؟ اعتقد سوبر يوري هذه يحتاج تاجي اكس. سوبر يوري يسوي 90 على اقصى سكيلينج، فما كان مكفي انه يخلص. تشوفوا على اللايف بار كل شرطه معناها 100 في الهدف، فهذه بيساعدكم ان تتابعون معانا لما يكون باقي هدف معين على الشخصيه. شوف المشكله انه اضطر رياض انه يستخدم تقريبا اولموست كل الموارد اللي عنده، ومثل ما انتم عارفين يعني لعبه الفايت تعتمد بشكل جدا كبير على الموارد. وايت هاش عنده فول ميتر، بمعنى اي نفس الحين اي كونفرجن نفس الحين. اوه ليش وين الكونفرجنز يا وايت هاش؟ اوه كلوز سي قدر يجيبها لما كلون كانت تحاول تسوي الكروس اب. كروس هذا كاركتر نولج رهيب من باستر وولف. حلو الثرو هارد ناك داون على طول يروح للسيف جمب، ولونج ما عندها اوبشنز دفاعيه صراحه، فيقدر يوري انه يضغطها حتى بدون سيف جمب صريح. اوه كونفرجنز يا ساتر يا ساتر الاويرنس كينج فايتر. النقزات والموبيليتي من اهم العوامل اللي تميز اللاعب اللي تمكن عن اللاعب العادي. فهني شفنا معاقبه على بس جمب من باستر وولف، وتمت معاقبته بطريقه جدا فعاله، وحاليا وايتاش عند المومنتوم بانش ما يقدر. البوش باك اللي عليها جدا عالي، بيحاول رياض الحين يضغط على طول يروح، لانه عارف ان قدامه حق تري عليها ركاب فريم طويل جدا. فرصه الحين تري يقدر يجيب دامج عالي جدا في الكورنر، بيروح الى لوب يصرف راح على طول اي اكس رايزنج تاكل، دمجها لسه جيد حوالي 60%. اوفر هيد رجعنا ل 1.0 يسويها مره ثانيه بس الاخير هل يقدر يخلص عليه؟ شاتر سترايك ويقدر يكمل راح يخلص عليه. اوه ما كملها بطريقه صحيحه، والكروس اب ناجح مره ثانيه من وايت هاش. شاتر سترايك مره ثانيه لكن هالمره ينحاش منها باستر وولد. باستر وولد مضطر انه يستخدم باور ناكل اي اكس على اساس انه يقول له فتش عني خلاص ابي العب شويه زياده، ويمكن كان شكلها فيها مغامره لان هاند سيف بكل المسافات، لكن الشيب دامج كان بيكفي في هذيك اللقطه. الحين راح يسوي امام يوري. يوري طبعا عندها الهيلث عالي وعندها الميتر، الحين تستخدم الميتر عشان تطلع من المكس. مع الاي اكس الدمج راح يكون جدا عالي، لازم ما يضيعها الحين بالباور جايزر. ياخذ الهيلث ليد، بيحاول يعطيك كروس اب، صد ممتاز من وايت هاش. لو جت من قبل شوي الفكره روعه، وانا شفتها قبل باستر وولف كونفرجن على الباور، لكن ما ضبطت بطريقه كافيه. يحتاج انه يكون حريص الحين باستر وولف عشان يحاول يرجع. والبان وذ بانش على الكمان جراب، الران كمان جراب، وايت هاش كان على بعد ملي من انها تصيد، ورياض كان واقف مكانه كان بيضرب. سواها باك داش حاسب المسافه بطريقه فعاله على اخر ملي، على اخر ملي الرياكشن الباك داش يا جماعه الخير. التوب بلايرز اللي امامنا ما هم هينين، سواء كان رياض سواء كان وقاص وايت اش، الاثنين ابطال ومعروفين عندنا هني بالسين. شوف الحين نروح للجيم الثالث 1-1، هذا خلاص اللي يحدد مين يروح الجوله اللي بعدها. جمب دي ناجحه من باستر وولف، لكن لسه ما قدر انه يكمل البريشر، ينتظر الفرصه ما يبغى يتهور ويخسر هذه كثير. هذه فرصه يستخدم الاكس، لا يبي يخلي الميتر بلس فريمز، مسكه ممتاز المكس اب من صوب رياض، والحين وايت اش في ورطه، بس راح يصير عنده ميتر ممكن يتم استخدامه على اساس يكون عنده وسيله دفاعيه.
الحين وش المكسر. اوه على طول طبعا شاينينج كريستال بيت من اسرع الريفرسالات في كي اوف تاريخيا. يا سلام دراش ووك اندر تم معاقبته والسايد سويتش. الموضوع الحين ايجابي كثير بالنسبه حق وايت اش. يحاول رياض انه يوقف لكن روتشي ياشيرو لو عنده مشكله ان ادواته الدفاعيه نسبيا محدوده حاول يستخدم الفايف بي عشان يوخر لكن كان وايت اش جدا متيقظ بكل الاختيارات اللي كانت متوفره لبسرول هناك. يا لا ركض من الشرقيه للرياض شفت الركضه مو طبيعيه كانت من وايت اش بس الحين مع يوري الحين يحاول يصيده ميد اير كونفرجن كاونتر داون سي لكن ما قاعد تمشي رجع الزونينج مره ثانيه من صوب وايت اش سايكيك سور ناجح على طول راح للكراوتش دي فرصه ثانيه بالكاونتر هيد لكن ما قدر يكمل بعدها شيء ثرو ناجح يحاول يروح للشيب دامج كان يقدر يكمل هي اكس مضمونه يا باستر وولف جارد كانسل وين الجيم نولج يا باستر وولف وشوف الثانيه اللي فرقت في الهيلث اللي بيرجع لباستر وولف الحين نزل على 42 بفرق كان بيجي عنده هيلث اكثر صح لكن نشوف الحين الامور تقريبا متقاربه فاذا الان صعب الحسم كان يحاول انه يجيبه بالكاونتر هيد لكن الركه ما ضربت اوفر هيد لكن بلوك تمر الامور نيوترال يبون يبطئون رتم المباراه اوه كراوتش سي انضربت وهي في الستارت اب شوف الحين وايت اش يحاول يلعب على المسافه لاحظوا معي الفريمات الستري هذه هدفها انه يصير اذا اي فريم وراها اكتيفيشن وراها كومبو حفله فقاعدين يحاولون يصيدون اي ستري هيتس لكن الحين الامور شوي تتغير هذا اوه يقدر يصيده من جهه ثانيه كروس اندر من وايت اش ومره ثانيه بس روف معتمد على تيري لكن تيري قدر يرجعها المره اللي راحت ويقدر يسويها مره ثانيه عنده 5 مترات اوه متر دام تايم الحين اتوقع وايت اش هو اللي يخاف اكثر من رياض شوف هو رياض جاب لمسه يقدر انه يخلص على الوان بس هل بيصرف كل شيء يحتاجه عشان يخلص وجهه الضقه؟ هذه النظره صحيحه هذه على طول تكفي؟ اي نعم اي نعم وهذه من ميزات تيري في الكومبوات القصيره هذه انه بس برنكل الى دبل سوبر ما يلحق السكيلينج انه يجي عشان تعرفون ليش رياض احنا نسميه وهو تيري بوريكم اوبتيمال كونفرجنز مع اوبتيمال ريسورسز وحاليا عندهم نفس الميترز لكن الفرق انه المومنتم عند رياض وحاليا هالمومنتم قاعد يشتغل لصالحه هالفليد عالي ويكمل الكومبو بطريقه صحيحه فرصه لبصروف هيقدر يجيب الكروس امتي جاب ويخلص عليه يبدي ما كان في اكس ما كان عنده اكس يقدر يخلص فيها بس اي اكس برنكل ويخلصها بصر ولف ويتأهل للجولة الثانية بفوز كبير على وايت اش 2-1 ألف مبروك لرياض بصر ولف نحب نذكركم هذا الجيم الأول تونا نبدأ يا جماعة تونا نبدأ ما نقول بسم الله هذا الجيم الأول يا جماعة عشان تعرفون لعبة كينج فايترز الرهيبة العجيبة كينج فايتر 15 وفعلا بصر ولف يورينا